وصل صوتك. السيد محسن مرزوق عضو الهيئة التنفيذية لحزب نداء تونس. مرحبا بك سي محسن. أهلا وسهلا. دونك برشا إشكاليات وبرشا حاجات تهم المستقبل القريب من الانتخابات إلى الحكومة الحالية اللي عملت 100 يوم. شنو تقييمك لحكومة سيد مهدي جمعة بعد 100 يوم؟ هل بالنسبة لآخر صبر أراء توانسة كلي التفاؤل متاعهم طاح شوية لأنهم توقعوا حاجات ما أفضل، توقعوا إجراءات ملموسة، ربما المواطن من حقه يحلم معناته يتوقع. بالنسبة لكم كنداء تونس شنو تقييمكم ل 100 يوم من حكومة سيد مهدي جمعة؟ أعتقد أنه ثم فريق في حكومة مهدي جمعة اللي هو يحاول يعمل في مجهودات. الوضعية صعيبة من البداية، خرجوا قالوا وضعية صعيبة، ولكن ما نتصور أنهم من الحوايج اللي نقصتهم أنهم أكثر إعلام وأكثر تواصل حول الوضعية الصعيبة هذه. ظاهر انه عدى وقتهم، اغلبيه وقتهم في المده هذه في الدوران ما بين عواصم العالم طلب المساعده لانه البلاد تحتاج المساعده. ما نعرفش وين وصلوا، هذا مهم زاد يحكيوا عليه للتوانسه. ثم دوسيات توا نتاع حلان بعض المشاكل اللي هي معناها عاجله، يلزم زاد يحكيوا للتوانسه عليها بكل وضوح واكثر اعلام واكثر تواصل. يبقى في مجالات اللي تخص القضايا السياسيه وخارج الطريق مازال التقدم بطيء، خاصة في موضوع هذه التعيينات وفي موضوع هذه تحييد المساجد وغيره. وهذا أعتقد زاد لابد فيه من نوع من التحرك. بشكل عام احنا نواصلوا في المساندة متاعنا المشروطة لهذه الحكومة على خاطر هي تقوم بعمل وعلى خاطر ما عندناش خيار آخر. بالنسبة لتحييد المساجد، شفنا لأول مرة عمليات معناتها، والوزير شؤون دينية أعطى أرقام، قال راهو فما 30 حيدناهم ورانا في 3 شهور باش نقضيو على كل المساجد اللي مخالفة القانون وغيره. معناتها شفنا نوعا ما حتى مواجهات، معناتها شفنا نوع من الجدية، مش كما الوزير السابق اللي كان نفس الرقم 3 سنين ويعاود فيه. فما نوع من الجدية، ولكن مازال ثم نوع من التواصل معناها داء الأئمة لدور حزبي، وإحنا عندنا قائمة طويلة من الجوامع اللي الأئمة في عوض أنهم يهتموا بالعلاقة بين الخالق والمخلوق قاعدين لهيب بنشاط المنسقين المحليين متاع نداء تونس، في حين أنه هذا ما يدخلش في إطار عمل الإمام اللي هو المفروض علاقته الأساسية تتعلق بإدارة العلاقة الروحية بين الخالق والمخلوق. لكن يبدو أنه في عوض يطلع عينه لفوق الإمام قاعد عينه النوطة ياسر، وعندنا على قائمة طويلة من هذوم وحان الوقت. هل تم الإبلاغ عليهم قاعد؟ احنا قاعدين نبلغ عليه ونطلب عليهم في البيانات. نعرف الحكومة مش تتحرك بطريقة سريعة في هذا الموضوع. أيه. ونعرف أنه ثم أولوية الإرهاب، مقاومة الإرهاب، وأولوية الاقتصاد. وهذاك علاش كما قلت لك احنا ما زلنا أن الحكومة هذه نسندوها، وأكثر من هكا نحن نرجو لهذه الحكومة النجاح. وإن نجحت أنا لا أرى مانعا أنه بعد الانتخابات المقبلة مهما كانت نتائج الانتخابات من الممكن الحكومة هذه تواصل عملها حتى بعد الانتخابات المقبلة. أيوة. في صورة نجاحها. جيتني لسؤال سي محسن مرزوق، وهذا رأيي. بالي كشي يشوف في سؤال جاي. لا معناتها وهذا هذا هذا معناتها رأيي تقال برشا مرات، وانت توافق سيد راشد الغنوشي معناتها في نفس هذا المبدا. انت قلنا قبله هو السيد راشد الغنوشي الكلام هذا، قلنا قبله هو الكلام هذا، ما نختلفوش كون قبل. المهم فرد راشد باش نوافقوا معناها ما تبقى. لا معناها شوف هو راه السيد راشد الغنوشي في 3 اشهر الاخيره موقفه تقول نداء تونس معناتها تقريبا من قانون العزل وقبله وبعده كان يبدل محسن مرزوق نفس التصريحات ما نستغربوش. الحمد لله انه استمع البعض لنداء تونس، وارجو ان يكون الاستماع نتاعهم استماع حقيقي ونهائي وبات وحاسم وصار، لانه اللي ما استمعش لنداء تونس صوت نداء تونس شوفوا ما صار فيه. anyway هذا موضوعنا احنا، موضوعنا دونك القوى الخارجيه تريد انه نوع من الضمانات نتاع الاستقرار والتوافق باش نجم تعاون تونس، والتوافق ينجم يكون بتوافق في المجلس النواب وحكومه كيما هكا حكومه سيد مهدي جمعه مع بعض التغييرات طبعا هي اللي تحكم، حكومه ليست محل خلاف سياسي. هذا هو تقريبا الوضع. مش القوى الخارجيه اعتقد انه هذا راي اصدقاء تونس، يعني انا جلست معناها برشا مع هذم اصدقاء تونس اليوم كثر معناها ولي رغم كل محاولات السيد موسم مرزوقي لتفريق قائمة أصدقاء تونس الخارجيين، لكن كثر الناس هذوما والأغلبية نتاعهم بالعكس استمعوا هما رأينا في هذا الموضوع. احنا ما نقولوش أنه هذا خيار نهائي، قلنا لا شيء يمنع على شرط النجاح طبعا، لأنه شرط النجاح مهم جدا على خاطر مهما كانت تيجي الانتخابات المقبلة من الأحسن في 5 سنوات الجاية أنه هناك إجراءات ثقة بين كل الأطراف باش تونس تخرج من واقع المواجهة إلى واقع البناء. بصراحة هل هناك تنسيق
بين النهضة ونداء في هذه المواقف؟ يعني هل وقع اتفاق حتى شفاهي في جلسات أنه يكون رأيكم هذا متفق فيه؟ أنا نحيلكم إلى كل البيانات اللي خرجناها حتى قبل معهم نداء تونس من شهر جانفي 2012، نفس الكلام اللي قلناه في جانفي 2012 تقريبا قاعدين نعاود فيه لحد الآن. إذا كان ثم تغيير هو صار في مواقف حركة النهضة، لكن حركة النهضة ما غيرت رأيها بالتحليل، غيرت رأيها خاطر دخلت في الحيط. إذا كان هي مواصلة في التوجه هذا معناها نتخذ قرارات معناها سليمة بدون ما يكون تنسيق ما بيننا، لأنه ليس هناك أي تنسيق فيما بيننا حول هذه المواقف، ولكن يبدو أن الواقع صار عنيد بما فيه الكفاية باش أغلبية الفرقاء السياسيين في تونس يتفقوا على نفس الخلاصات. كي تقولي ليس هناك أي تنسيق، لقاءات مثلا السيد بيجي قائد سبسي وسيد راشد غنوشي شنو يحكيوا على الطقس، يحكيوا على الوضع سابقا نتقدم. هل صارت مكالمة هاتفية قبل قانون الإقصاء بين السيد بيجي قائد سبسي وسيد راشد غنوشي؟ معناها حول قانون الإقصاء مثلا بنفسي ما ثمش حتى تنسيق. جماعة النهضة قالوا أنهم ضد قانون الإقصاء لمدة طويلة، ولكن رغم ذلك فحركة النهضة ما كانتش كلها ملتزمة بهذا الموقف. يعني قداش ثم 39 نائب متصور اللي صوتوا مع الاقصاء، لذلك حركه النهضه وقفها مش واضحه ولا هذا الموضوع. يعني ثم مشكله، اما فتحوا عطاوا الحريه الى اعضائهم في التصويت، وهذا يولي معاش موقف نتاع حزب، كاين موقف جبهه معاش حزب هذايا معاش غدوه واش باش نعمل معاه، نعمل اتفاق مثلا حول موضوع من المواضيع، يقول لي والله نعمل معك الاتفاق انا لكن بعت الحريه لجماعتي باش يكون يصوت ما يصوتش. فهم ما صوتوش بالطريقه هذه، علما ان احنا موضوع الاقصاء هذا رغم اللي احنا ضده مبدئيا ماهوش قضيه حياه وموت بالنسبه لنا. كان عندنا موقف مبدئي، والموقف المبدئي هذا كررناه من البداية. وكنت تعرف أنت أغلبية المؤسسين حركة نداء تونس أغلبيتهم من الوقت طرح الفصل 15 قبل الانتخاب أكتوبر 2011 كان موقف ضد الإقصاء. من وقتها احنا ضد الإقصاء الجماعي مع المحاسبة الجميع، محاسبة الناس من 14 جانفي يرد التالي ومن 14 جانفي التو، معناها حكومتي العهد السابق، خاطر تو عندنا عهدين، عندنا العهد السابق نتاع حكومة ترويكا والعهد السابق نتاع الاخر. لكن رغم ذلك نحن ايضا مع القضاء ومن ضد المحاسبه الجماعيه. واضح. ولكن اليوم بعد التصويت على الفصل 167 هل تغير موقف نداء تونس من بعض الاصدقاء ولا المنافسين؟ لانه يعني شفنا مواقف غريبه، شفنا احزاب في نفس الجبهه مع النداء صوتت معه، شفنا احزاب معناتها خلينا نقولوا مختلفه اختلاف كبير مع النداء كيما الحزب الجمهوري صوتت ضد. يعني شفنا النهضه معناتها موقفها لا للاقصاء وغيره وغيره الرسميه. دونك هل النداء تونس سيراجع بعض مواقفه من بعض الاحزاب ولا مش ضروري؟ اعتقد الاحزاب اللي هي اخذت الموقف هذا تاع التصويت مع قانون الاقصاء هي يجب تراجع مواقفها وحساباتها، لان في المده الاخيره كانت موقفها عكس هذا اللي سمعناه، موقف المعلن انه مو مكانه ضد الاقصاء الجماعي. تو حتى اصدقاء عندنا من الجبهه الشعبيه أن نتذكر الشهير تشوكي البعيد قبل بيتوفى بمدة قليلة جدا كان موقفه وتغير تماما حول هذا الموضوع، وكان يدعو إلى عدم الإقصاء الجماعي والمحاسبات القضائية هو نفسه. فرغم ذلك حنا في جبهة وأحزاب مختلفة، وكل حزب معناه يبدأ عنده موقف مختلف عن الآخر، الحمد لله أنه ثم اختلاف. لذلك لا أعتقد أنه موقفهم حول هذا الموضوع، لأنه إذا جبهة القاد مثلا تأسست على برنامج أرضية سياسية معين، أعتقد أنه ما زال البرنامج هذا مطروح، لأنه ما زالت له غيوم تتهدد تونس وما زالت مخاطر تتطلب العمل. جبهة القاد باش نجيبها، ولكن ما صارش نوع من التنسيق القبلي معناتها قبل التصويت نتاع جبهة القاد ولا أحزاب الأصدقاء؟ ثم خلاف حصل وإحنا مش بالضرورة كل شيء باش نتفق عليه. معناتها أنت اليوم تكون متحالف مع حزب صوت ضدك ولا صوت في قانون؟ مش ضدي، هو قانون الإقصاء مش ضدي أنا، هو إحنا ضده مبدئياً، معناتها ضده في المبدأ. الناس يقولوا يستهدف النداء. لا يعني ليش يستهدف النداء؟ هو ساعة حتى في الوقت هو كان الاستهداف الأستاذ بيجي قاسم سبسي مباشرة في هذا 167 نح، إذا مش استهدافه مباشر لنداء تونس، وهو استهداف لمجموعة كبيرة من المواطنين التونسيين اللي من حقهم ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية سواء كانوا في نداء تونس ولا خارج نداء تونس. يعني هذا موقف مبدئي، تبقى هما بعض الناس ما حبوش يدخلوا في الحكاية هذه، وثم شكون جد عليهم وثم سبقة، وثم شكون يقرأ في السياسة بالكف مش يقرأها بالوقائع، وثم شكون يسمع في الأخبار وشكون يبني موقفه على كلمة سمعها في قهوة والآخر يبني موقفه على حاجة خرجت في فيسبوك. احنا مش من نوع ذاك. الناس اللي خذت موقفها واللي تغيبوا واللي عملوا روحهم مش حاضرين واللي عملوا مش كذا، اعتقد انه فاتهم الموعد مع التاريخ باش ياخذوا موقف سياسي مبدئي يكون في مستوى انتظارات انتقال الديمقراطيه في تونس. ولكن نحن ما نغيروش موقفنا من هذا الحزب وذاك
على زله ولا على موقف مختلف. مش زله عاد كيف انت داخل الانتخابات في تحالف مع شخص صوت ضد المبادئ نتاعك، معناتها اش معناتها تحالف؟ مثلا احنا جبهه القائد مش داخلين معها في جبهه انتخابيه، احنا مهمة يعني ليس هناك، لا اللي احنا بالبدايه كانت جبهه سياسيه، جبهه شعبيه نعرفوها، جبهه على اليسار وعندها مواقف منها سياسيه خاصه بها، واعتقد ان عندها برنامج انتخابي خاص بها. وست مع عمرنا ما كان لم نطرح ابدا امكانيه العمل الانتخابي المشترك مع جبهه شعبيه، كل ما طرحناه هو التنسيق السياسي. وحتى اذا كانت دخلنا الانتخابات كل طرف في جهه يمكن نسق سياسيا في انه ثم ارضيه مشتركه من المبادئ والاهداف نقعدوا مشتركين فيها باش البلاد ما تضيعش في الاختلافات في الانقسامات. ربما التصويت على فصل 167 نهايه جبهه الانقاذ بالاختلافات، لا ما نتصورش وملزم اللي برشا قالوا وجودها زايد اليوم. لا علاش هاو توا احنا اليوم عملنا بيان مثلا نقولوا فيه انه التعجيل بتوفير كل امكانيات الهيئه المستقله للانتخابات، الاعلان عن حزم اجراءات على حكايه الشباب العاطل والامور الاجتماعيه والتعيينات الحزبيه وتحييد المساجد وحل روابط العنف، هذه كلها هي نقاط في برنامج جبهه الانقاذ. بلغات لا لا سامحني، لا حبيت نقول لك هذه نقاط في برنامج جبهه الانقاذ، وجبهه الانقاذ يمكن تقعد تواصل عملها من اجل ايه معناتها حطوا سكرتيرة تهبط بلاغ مرة في جمعتين ثلاثة. لا هذه مش لا هذه مش باسم جبهة القادة، هذه باين باسم نداء تونس. نداء تونس لا نحكي لك انه هذا من النقاط، هذه هي نقاط في الأرضية المشتركة بيننا وبين جبهة القادة. شوف البلاد الآن جبهة القادة تبنات في معركة، جبهة القادة جات باش طايح الحكومة، هاي طاح الحكومة تبنات في معركة، لا معركة مش برك الحكومة والدستور. انقاذ البلاد شوف اعتصام باردو هو اللي جاب دستور 26 جانفي 2014 وهو اللي جاب الحكومة الجديدة هذه، لذلك تبنيت في طار معركة. الآن البلاد في هدنة سياسية معناها مؤقتة، وإن شاء الله تطويل، إحنا ما نحبوش المعركة السياسية، على أساس أنه ثم حوايج صاروا في تونس. أول شيء مخطط تغيير نمط حياة التونسيين وضرب حرياتهم وخاصة حرية المرأة توقف هذا المخطط، على الأقل في الهجمة الكبيرة نتاعه فشل وهزم بفضل التونسيات والتونسيين. ثانيا كان ثم حكومة تاع ترويكا اللي في مخطط معناها في ماشي في توجه غلط، قلنا لها مش تخرج وخرجناه. ثالثا كان ثم شكوك حول دستور تونس، بين قوسين الناس اللي قاعدين توا كل واحد يقدم في روحه، واحد اب الدستور التونسي، واحد عامة الدستور التونسي الجديد، واحد خالته، واحد ولد خالته، راهم هذوكم كلهم هما عيلة دستور 1 جانفي 2013، دستور 26 جانفي 2014 جاوا اعتصام باردو. الان جبهة الانقاذ دورها السياسي الكبير هذاك قامت به، ولكنها تبقى متحفزة اذا كان ثم شيء يصير يمكن يعيدنا للوراء ما نخليوهاش يصير. ولكن رغم ذلك نحن منفتحون على امكانيات اعاده هيكله سياسيه للمشهد السياسي تاخذ بعين الاعتبارات تغير الموقف السياسي تاع الجميع. واضح. هل فما حاجه ما اختلفنا؟ انت قلت نداء تونس ماهوش مستهدف بالفصل 167، من علاش تونس كامله تقول النداء هو مستهدف؟ معناتها التحاليل الكل والناس الكل تحلت. مش بالضروره ساعات راهي تونس كامله تحكي عليها انت صحيحه. ساعات تونس كامله عليك تلقاها غالطه. لا معناها ماهوش مستهدفين. معناها شنو مستهدفين؟ شكون قال لك ان احنا مش نحطوا ما نحكيوش على السياسه الانتخابيه؟ ما كانش صدقني نداء تونس لم يكن هو الطرف الاساسي المستهدف، اللي كان مستهدفين هم مجموعة كبيرة من المواطنين التونسيين والتونسيات، وحتى كانوا مش موجودين في نداء تونس احنا ندافعوا على حقهم من منطلق مبدئي. وهو معناتها قاعدة انتخابية كبيرة لنداء تونس، والناس الكل تقول انه لا سمحت، وهناك كثير من يقولوا انه التجمعين بداوا يكسبوا في الميدان بعد ما اليساريين أسوا نداء على رواحهم، وقتها كانت الوضع صعيبة، توا التجمعين بقيادة سيد محمد غريني قاعدين ياخذوا في الاسباس أكثر باعتبار انه الماكينه مازالت معناتها شويه زيت وروداج وتعاود ترجع تخدم. ثم برشا ناس قاعدين يقولوا في برشا حوايج، معناها احنا تو نداء تونس اللي عملناه، وبعد ثم معناها لعبه مفضله من لعب بعض الناس هي التطلع عليها على اساس انه تشنشينا صنيعه ولا خليقه. معناها التنافس موجود في وسط تيارات حركه نداء تونس، وكل واحد عليه كان يوري افضليته، وهذه موضوع مش مطروح بقضيه بالله امور قلبيه ولا امور عاطفيه، عمل على الميدان. يتبقى نداء تونس قوته الوحيده في تنوعه، واذا غاب تنوعه فانه سيسقط مباشره وسيتحول الى رقم صغير، وكل الناس في نداء تونس تعرف المساله هذه. واحنا ما عندناش ناس بمنطق كتل كما يتصوروا بعض الناس، كتل تجمعيين ودستوريين ويساريين. ساعه انا ما نعرفهمش شكون اليساريين في نداء تونس، انا مثلا محسوب على اليسار وانا خرجت منه من عام 1991.
اذا كان هالمده هذه كل ما عندهاش اهميه 25 24 سنه تقريبا ما عندهاش اهميه معناها مشكله. وحنا طيب في مصر تونس طيب كوش مش يساري شخص ديمقراطي حقوقي معروف معناها منذ سنوات طويله. يمكن نرجعوا ل 82 وقته في اتحاد الشغل باش نلقاو شويه في الحكايه هذه. وحتى وقتها ما كانش معه محسوب على سا لا معناها هذه كلها تودي في مدينه تونس مثلا. ثم طيارات طيارات مهمه وهذا عادي حزب مفتوح وعنده طيارات مفتوحه وتلقى في نفس الطيار الناس كانوا دستوريين والناس كانوا يساريين ونقابين بعض مختلفين مع الناس كانوا دستوريين وكانوا نقابين وكانوا يساريين مع بعض. يعني هذه العمليه مدينه تونس عادي جدا انه يمر بمنسميه انا توترات النمو لانه ينمو بسرعه ويلزم إعادة النظر في قياداته. ينمو بالبروتينات قاعد بطريقة أسرع من الطبيعي قاعد ينمو. يمكن يسر معنا يعني يعمل في عضلات قوية جدا بسرعة يعمل في عضلات قوية جدا. على ذكر التيارات بالله وقت اللي تشوف إبراهيم قصاص شنو قال جمعة فايتة هل ندمت أنه يوما دخل نداء تونس؟ من وقت كان في نداء تونس ما كانش يقول كلام هذا باقي أنا ما يدخلنيش معنا في اللي يقول فيه هو خارج نداء تونس. أما وقته في نداء تونس ما كانش يقول كلام هذا. ولكن في كل حالات نداء تونس لا يمكن أن يسمح لثلاثة أنواع من الناس يكونوا موجودين فيه. كل من لا يقتنع بأنه صارت ثورة في تونس اسمها ثورة تونسية، ثورة ضد الاستبداد والفساد وضد نظام مستبد وفاسد، وثورة تعملت من أجل أهداف معينة لا مكان له في نداء تونس لأنه هذا هو نظام الداخلي يقول. إذا كان واحد داخل ما نحط في رأسه حاجة أخرى هذيك موضوع آخر. ثانيا لا مكان في نداء تونس لمن ما يعتبرش نداء تونس قوته في تنوع تياراته أنه ما ثماش طرف ضد طرف وأنه تيار وحده. ثالثا ما ثمش مكان في تونس الناس ما تعتبرش بحق الانسان عامه سواء كان مكاسب تونس يبذل حقوق الانسان ولا المنظومه الدوليه لحقوق الانسان بينها حقوق المراه لا مكان له في تونس. هذا ما حوايج نقولوا معليش خاطر ثم ليش يقول لك هاو عندكم ناس من القديم. الناس المقديم هذوك كي دخلوا لدى تونس دخلوا على اساس برنامج وبرنامج يقول ثم ثوره صارت ضد الاستبداد والفساد. لذلك كل من دخل هو راجع نفسه واعتذر مع نفسه وغير ودخل في شيء جديد ايا كان اسمه. وثانيا انه معناها زاد ما ثماش اطراف داخل على اساس انتمائها السابق كلها داخله في منظومه جديده. وثالثا ثم منظومه حقوق الانسان لابد من الالتزام بها بين الجميع. واضح الشعب الذي يعيد انتخاب منظومه النظام السابق. حاجه اخرى حاب اقولها أي. اي رجل لا يحترم حقوق المراه ليس رجلا بالمعنى الصحيح لانه الرجوله والانوثه هما شيئين معناها موجودين مع بعضهم. اي انسان ينحي الحق الانساني عن عبد مثلا عن انسان يرد عبد ولا عن امراه يحب ينحي الحق الانسانيه لا يستحق سقيم الانسانيه هو نفسه. لذلك هي كل حكايه مشتركه واحنا هذا الموضوع ما عندناش فيه حتى ادنى نقاش. واضح الشعب الذي يعيد انتخاب المنظومه السابقه النظام السابق هو شعب لا يستحق الاحترام. شنو رايك في موقف السيد رشيد غنوشي وقتها يفسر قال انا بالنسبه لي خلي الشعب هو اذا يحب يقصي الناس واذا شعب ينتخب منظومه سابقه يستحق الاحترام. شنو رايك في الموقف؟ يقصد منظومه الترويكا السابقه ولا يقصد لانه معناها المنظومه السابقه عندي انا تو الان منظومه الترويكا. واعتقد انه لا يستطيع اي شعب معناها متعلم وغيره كما الشعب التونسي انه يعيد انتخاب من فشلوا ويعيد انتخاب منظومه سابقه فشلت. هم رؤوسها نعرفوهم السيد سموس مرزوق احد الرؤوس بتاعها نعرفوا زاد سي حماد الجبالي ودور حكومته واستقالته لانه قال فشلت وبين قوسين ولما قال فشلت صار رجل دوله. وثانيا معناها عندنا نعرفوا معناها دور حكومه تاع العرايض اللي هي عانت فشلها وزاد هي خرجت زاد لذلك هذه منظومه زاد فاسده منظومه فاسده منظومه فاسده بمنطقه عدم الكفاءه مش منظومه حتى هذاك موضوع تشوفوه ما تبقى عدم الكفاءه. لا تقارن بالفارق ولكن تقارن 23 سنه الاخرين عامين معناها على الاقل ما فماش ملفات فساد ما نعرفش حكايه الى حد الان حتى نشوف. لكن زاد ثم اضطهاد احنا عندنا شهيد مات زاد مقتول اسمه لطفي نقب. انا ما نحبش نعمل مقارنات راهو بين الزوز ما نحبش نقول هذوك اسوء من هذوك وكيفهم. لكن اذا كان نحلوا باب المحاسبات معناها نبداو بانفسنا ونبداو نقيموا الحكومه السابقه زاد شنو هي. رغم اللي انا ضد قضايا الانتقام وقلنا في داتون ضد قضايا الانتقام وما نحبوش نمشيو للمحاسبات نحبوا نمشيو نتوجهوا لقدام. وإذا كان ثم طرف سياسي كيما النهضة مثلا ولا غيره غير مواقفه السياسية وصار حزبا وطنيا وقطع معك الجانب نتاعو وقلف المزج بين الدين والسياسة وأخذ دروس من أخطائه الفادحة في إدارة البلاد يغير فعلا وينضم للمنظومة الوطنية احنا معنا حتى مشكلة أن احنا نحكي معاه. لأنه احنا كانت مشكلتنا معاها مش أنهم من النهضة كانت مشكلتها أنهم ما كانش عندهم الكفاءة للحكم وأنهم دخلوا البلاد في حيط. واضح الترويكا انفجرت بالفصل 197 لأنه صار 167 لأنه صار انقسام بين الاتحاد بين المؤتمر والتكتل من جهة والنهضة من جهة. وهناك أيضا جريدة الضمير اتهمت حتى التكتل
تقتل بمحاوله اقصاء خصم سياسي هذاك علاش معناتها دونك انتهت الترويكا. اليوم نحكيوا على تحالف ممكن بين النهضه والنداء ما بعد الانتخابات، دونك حاول تكون عباراتك عن النهضه لطيفه نوعا ما لانه ينجم يكون حليفك بعد اشهر في الحكم. اول حاجه نحن القصه هذه نتاع اللطف وكذا مش دور في السياسه، اللطف في العلاقات الشخصيه، احنا نعملوا في تقييمات، تقييمات موضوعيه. والتقييمات هذه معناها مش تبقى هي دائما موجوده، مش تتغير. يعني احنا لن نعيد لطف نقر الحياه على خاطر مثلا تغيرت المواقف السياسي، نعيدوا لصغاره على خمسه. وما احناش الناس اللي ضربوهم جماعه رجال حمايه الثوره مش نعيدوهم مدرسنيه على خاطر تغير كذا. لكن احنا براغماتيين، تغير السياسه نغيروا معناها نغيروا الموقف مع الموقف اللي قاعد امامنا. يبقى والا مثلا السنتين نتاع الغيره، يبقى حكايه التحالفات هذه اللي هي ممكنه ولا مش ممكنه. احنا لا اعتقد انه هناك في الافق اي تحالف ممكن بين حركه النهضه وحركه نداء تونس اذا لم يكن هناك موقف واضح ومكتوب وملتزم به داخل الحركة هذه من عديد من الموضوعات الأساسية اللي تتعلق بنمط الحياة التونسي، العلاقة بين الدين والسياسة، العلاقة لمسألة الاستراتيجية العامة متاع البلاد وغيره. هذا ما صارش في حوار، وإذا كان صار حوار هذا اللي نحصل بين النهضة وإن تونس فقط، نحصل في إطار الحوار الوطني ومشارك كل الأحزاب وفي إطار الشفافية. واضح. بالنسبة طول الإشكالية الموجودة في الانتخابات التشريعية والرئاسية مع بعضهم ولا منفصلين، كان معنا سي نبيل بافون قال لنا اللي تول هيئة تنجم تعمل، نعرفوا موقف نداء تونس هو مع الفصل. واضح. سيد نبيل بافون قال لنا اللي تول نجموا نعملوهم مع بعضهم ولا نعملوهم منفصلين ولا نعملوهم هذا قبل الاخر رئاسية قبل، ولكن لو كان ضيعوا شوية وقت نجم تخرج الهيئة وتقول لا راني ما عادش نخلط الا مع بعض. معناتها بالنسبة لكم وحركة النهضة متمسكة بالجمع بين زوز انتخابات، شنو موقفكم؟ خاصة انه موقفنا المبدئي انه حسب الدستور التونسي يقول انه الدستور التونسي لما تصير الانتخابات التشريعية معناها الرئيس الجمهورية سيعاين شكون الطرف اللي جاب الأغلبية ويكلفه بتشكيل حكومة، ما كولا؟ إذا يجب أن يكون هناك رئيس موجود قبل الانتخابات التشريعية حتى يعاين، ما كولا؟ هذا موقفنا المبدئي. يبقى إذا كان في الحوار الوطني لقينا صيغة اللي نمشيه فيها في اتجاه آخر لكن تضمن أنه المسائل هذه تكون موجودة، ما عندناش مشكلة نهائية. ما عندناش مشكلة معناها نتاع حياة تموت في رمضان. ماهيش يعني مثلا حمال ميمي قال إمكانية التزوير تكبر كي يصيروا مع بعضهم. لا معناها إذا كان التزوير معناها إمكانية التزوير تكبر لازم يكونوا حاضرين باش نوقفوا التزوير في كل الحالات، حتى إذا كان ثم فصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية لابد أن الأحزاب السياسية كلها ونوجه لهم دعوة يحضروا نفسهم من الآن باش يكون في كل مراكز الاقتراع عندهم ممثلين لقوائمهم ويحضروا نفسهم لتقنيات الغش. راه هذا يحصل في كل دول العالم، والطريقة الوحيدة لإيقاف الغش الانتخابي هو الاستعداد له من خلال المراقبة نتاع الأحزاب قبل المراقبة نتاع المجتمع المدني. يعني دونك التوافق ما ينجم بين التاريخين ما ينجم يعاون كان الأحزاب الكبرى اللي عندها الإمكانيات البشرية والمادية، ربما نداء تونس والنهضة إلى حد الآن هذا اللي راوه. دونك نداء تونس مستعد للمراقبة، عنده معناتها فما شكون يحكي على 16 ألف مراقب للنهضة في الانتخابات الفارطة. نحن سيكون لنا عدد أكبر من هذا إن شاء الله في الانتخابات هذه وقاعدين نشتغل عليه. أنا بنفسي كما تعرف رئيس لجنة التدريب والتوجيه التعبوي، السي فوزي اللومي هو رئيس الانتخابات، وعندنا فريق نتاع عمل، وتقريبا سنكون جاهزين بكل مراقبينا من شهر اكتوبر 2014 ان شاء الله في كل مكتب اقتراع. مكتب اقتراع معناها في كل بلاصه فيها صندوق، مش يكون ثم مراقبين من تونس يتبادلان على المراقبه. علاش؟ لانه هذا والاحزاب اللي تحب تربح في الانتخابات قبل ما تخمم في البيانات السياسيه وقبل ما تخمم في غيره لازم تعرف انه الانتخابات راهي مش مجرد مرشح وبرنامج انتخابي، راهي ماكينه فيها الماكينه هذه القدره على المراقبه وقدره على ايقاف امكانيه التزوير. واضح. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه والانتخابات التشريعيه، نداء تونس مازال ما حسمش توافقاته، مازال ما حسمش مرشحين. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مرشح هنا هو الاستاذ بيجي قائد السبسي، ذكرناه وعاودناه واحنا نحبوا مرشحنا. ما قالش بتاكيد معناتها نهائي. مرشحنا هو الاستاذ بيجي قائد السبسي، واعتقد انه سيبقى مرشحنا دائما من نداء تونس. والان هو مرشحنا هو اللي الناس كل معناها حاولوا طبعا صار معناها اتفاق في المجلس الوطني في المكتب التنفيذي غيره، هو الاستاذ بيجي قاسم. بالنسبه للانتخابات التشريعيه
نحن دخلنا في حوارات مع شركائنا في الاتحاد مجلس تونس ونريد ونؤكد أنه نريد أن ندخل هذه الانتخابات بالشراكة معهم على مستوى قوائم انتخابية ذات مشترك. بقات الصياغة الوحيدة اللي نقصوا فيها هي قضية التسمية وقضية الكوتا وغيره، وهذا موضوع إن شاء الله هيجي في المستقبل. واضح. إمكانية التحاق حزب المبادرة بنداء تونس، هو طرح الالتحاق بالاتحاد من أجل الاتحاد من أجل تونس. أعتقد أنه هذا موضوع تم الحديث فيه في الاتحاد من أجل تونس، ولا مانع في ذلك أنه ينضم هو وغيره قائمة من 4 أو 5 أحزاب أخرى إن شاء الله قريبا أن تنضم ضد الاتحاد من أجل تونس حتى نخلق التوازن، خاصة القانون الانتخابي الجديد بكل أسف ما تمش فيه موضوع العتبة. ولذلك إحنا منحبوش نعاود، ورغم إن إحنا ضد الأقصاء طبعا وغيره ونحب الناس كل تشارك، لكن زادا منحبوش نعاود وكل المشهد هذاك نتاع اللي صار في أكتوبر 2011، باش نحاولوا التونسيين نخليوه أمام خيارات أسهل باش تكون نتائج زادة أسهل للمرحلة السياسية المقبلة. ما بديش كتشتت اللي هو شفتوه كيف صار، تولي أحزاب تبيع في النواب نتاعها من حزب الحزب وغيره، وهذا إن شاء الله ما يتعاودش. واضح. شكرا لك السيد محسن مرزوق عضو الهيئة التنفيذية لحزب نداء تونس على كل هذه التوضيحات. شكرا لك.